واحدة برضو من الهاي ليفل ديزاين برنسبلز ان احنا وي هاف تو اكوموديت اليوزر كاركترستكس اند كابابيلتيز. يعني ايه الكلام ده؟ احنا الجهاز الطبي بتاعنا ده مش بيستعمله واحد بشكل معين بمواصفات معينة احنا عارفينها، لا ده ممكن من اطفال صغيرين لغاية ناس كبار في السن، وممكن يبقوا رجال وسيدات، ويعني وناس ممكن يكونوا مثلا قادرين وناس ممكن يكونوا ديسيبلد. فلازم ان احنا نبقى واخدين حاجات كتير قوي في اعتبارنا واحنا بنصمم الجهاز الطبي. فاول حاجه ناخدها في الجزء دوت في اعتبارنا، do not expect users to become masters. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ما اتوقعش ان اليوزر بتاعي هيقعد يذاكر المانيوال بتاعي، او اليوزر اللي هو الانستراكشن مانيوال بتاعي كله، ويبقى حافظ كل حاجه فيه بالظبط وعارف كل زرار بيعمل ايه بالظبط. ده اكشوال عمر ده ما هيحصل، ده حتى الدكاتره والممرضين ما عندهمش وقت اكشوال عشان يقعدوا يعملوا البروسيس دي. والتريننج برضه هو بياخد الحاجه اللي هو عاوزها من التريننج بتاع المكنه بالظبط، ويبقى بقيه الحاجات التانيه موست لايكلي ما بيبقاش عارف هي بتعمل ايه. فالنقطه ان يعني يستحسن ان احنا في الحاجات اللي هي يعني مش لايكلي ان اليوزر يستعملها على طول او تستعمل بشكل اقل، لازم تبقى موجوده بشكل انتويتيف على المكنه، ولازم يبقى سهل ان هو لو هو في جاف وقت ومحتاج ان هو يستعمل حاجه ما استعملهاش قبل كده على الجهاز، لازم يبقى عنده جايدنس من الجهاز عشان ازاي يعمل حاجه زي كده. لازم الحاجه دي تبقى انتويتيف، يعني حاجه باللوجيك كده يقدر ان هو يجيبها، وحاجه ما يبقاش شكلها غريب او ما يبقاش محتاجه يعني طريقه معقده عشان يوصل للحاجه اللي هو عملهاش قبل كده دي، بحيث ان هو يبقى في الاحوال اللي هي فيها emergency ومحتاج يستعمل الحاجة دي يقدر ان هو يستعملها من غير ما يبقى فيه مشكلة. الحاجة برضو المهمة جدا ونتكلم عليها محاضرة كاملة الحقيقة المحاضرة اللي جاية، expect use errors. يعني ايه؟ يعني دلوقتي لو احنا عاملين user interface مش بيأسيوم، او يعني بيأسيوم ان المستعمل بتاع الجهاز ده هيشتغل كل حاجه بيرفكتلي. يعني مثلا لو انا مثلا بعمل ادمنستريشن لدوز بتاع مثلا دواء معين، في مثلا في ميتر دوز انهيلر مثلا، لو انا كتبت الرقم اللي انا المفروض احطه اللي هي الدوز اللي انا المفروض احطها، لو فرضا كتبت رقم غلط، يعني بدل ما اكتب مثلا 6 كتبت 9 مثلا، هل يعني الجهاز بتاعي مش هيسمح ان انا اغير؟ لا، ده لازم ان انا اسمح ان انا اغير. لو انا تخيلت ان عندي مثلا موبايل تليفون عادي موبايل، والموبايل ده اليوزر انترفيس بتاعه لو انا عملت غلطه لازم امشي بسكه طويله قوي عشان ارجع اصلح الغلطه دي، هل ده يبقى حاجه كويسه؟ اكيد كلنا مش هنقبل حاجه زي كده. طبعا لازم نبقى واخدين بالنا من حاجه مهمه جدا، ان في اختلافات كبيره قوي بين اليوزرز وبعض. يعني حكايه ان انا يعني اسيومنج مثلا ان في عندي واحد متمرن على المكنه بيستعملها، لا دي مش لايكلي ان هي تكون موجوده في كل الاجهزه. يعني ممكن مثلا اتخيل مثلا التيبل اللي عندنا هنا دوت، هنتخيل المقارنه بين نيرس وبين فيزيشن وبين بايوميديكال انجينير، وتخيل التاسكات اللي هم ممكن ان انا اقارن بينهم فيها 3 حاجات. لو انا بتكلم على الـ determining the total volume of IV fluid infused، يعني انا دلوقتي بعمل عندي infusion pump مثلا، وعايز اعرف انا عملت حقن لقد ايه، اوكي الكميه اللي حقنتها قد ايه. او ممكن ان انا اعمل حاجه اسمها سيت اب بيجي باك انفيوجن، يعني بحط مثلا حاجه دواء بيتحط مع الحاجه الاساسيه اللي بتبقى بتتحقن في الجسم، او بغير البطاريه بتاعت الجهاز. هلاقي هنا مثلا النيرس هتلاقيها يعني فيري هايلي سكيلد في الايه، في الجزء بتاع ديترمينينج توتال فوليوم بتاع الاي في فلويد، اوكي، في حين الفيزيشن والبايوميديكال انجينيرز يعني بنص نص كده، عارفينها كده بالشبه، اوكي. لو انا بتكلم على السيتنج بيجي باك انفيوجن، هتلاقي غالبا الممرضه ما بتعملهاش كتير، فتلاقي انا عارفها نص نص، وغالبا الفيزيشن والبايوميديكال انجينير ما يعرفوهاش، يعني ما عملهاش قبل كده، يعني ما شافهاش قبل كده، فتبقى صعب عليهم شويه. لو بتكلم على ان احنا نغير البطاريه، طبعا البطاريات بتاعت الاجهزه الطبيه بقى اللي هي موجوده في السايت ما تبقاش سهله زي مثلا الحاجات اللي هي الكونسيومر الكترونكس، فبنلاقي ان النيرس والفيزيشن الاثنين الحقيقه ما يعرفوش عنها كتير، ما يقدروش ان هم يغيروها، في حين البايوميديكال انجينير هو اللي يقدر يعملها كويس قوي. فناخد في اعتبارنا ان احنا اكشوالي كل واحد من دول بيتعامل مع الجهاز من باك جراوند مختلفه، فيعني بيسكلي لازم يبقى فيها عندي يوز ايرورز، وبيسك لازم ابقى عندي قدره ان انا كوركت اليوز ايرورز. لو انا غلطت ممكن ان انا اخد بالي من الخطا دوت، او الجهاز نفسه يبقى عنده مثلا مجموعه من الرولز مثلا، او مجموعه من الجايد لاينز المفروض ان انا يعني اكون حاطط حدود للانبوتس اللي انا باخدها من البيشنت او باخدها من الطبيب،
اوكي، بحيث ان انا لو انا تخطيت الحدود دي باي شكل من الاشكال، الجهاز نفسه ياخد باله انه في خطا ويدي وورنينج او يدي مثلا ايرور بالنسبه للمستعمل بتاع الجهاز ده، بحيث ان هو يكوركت الايرور بتاعه. ويبقى حتى لو برضه بيستعمل الجهاز ده هو عمل خطا وعايز يرجع فيه تاني، يبقى عنده القدره ان هو يقدر يعمل الكلام ده من غير ما يلف لفه كبيره او ان هو ياخد وقت طويل ان هو يعمل كده، لان حاجه زي كده تبقى خطيره جدا لو حصلت في وقت يبقى فيه مثلا ازمه او في حد عنده يعني كريتيكال كيس موجوده او حاجه زي كده. لازم يبقى في عندي القدره ان انا اغير الخطا ده بشكل سريع بحيث ان انا ما يحصليش اي دامج او ما يحصليش اي هارم بالنسبه للبيشنت. الحاجه الثانيه we have to accommodate diverse users. يعني الجهاز بتاعي اي جهاز طبي في الدنيا عامه، لو بتكلم مثلا على جهاز بتاع قياس السكر مثلا، جهاز قياس السكر ده لما بنشتريه ما حدش بيشتري جهاز قياس سكر لطفل او جهاز قياس سكر لشاب او جهاز قياس سكر لراجل كبير. او لما بتكلم مثلا على حاجه زي النيبيلايزر اللي زي كده، ده حاجة جهاز بيبقى بيديني مثلا زي بخاخة كده بقدر بيها ان انا اخد بعض الادوية مثلا بتستعمل في تفتيح الالفيلاي اللي موجودة في اللانجز. فالحاجات اللي زي كده الحقيقة لما حد بيشتريها يعني عادة ما بيبقاش فيه، يعني ممكن الجهاز نفسه يستعمل لناس بباك جراوندز مختلفة، وممكن الناس دي تبقى فعليا ما هياش مثلا بتشوف كويس، مثلا ممكن بعض منهم يبقى عنده مثلا صعوبة ان هو يعني يبقى مثلا يعني عشان يفهم يوزر انترفيس معقد دي بالنسبة له تبقى صعبة. فعامة في الأجهزة بتاعتي لازم وانا بصمم الجهاز دوت اتخيل مين اللي ممكن يستعمله، واحاول ان انا بشكل ما يعني اخلي الجهاز بتاعي يقدر ياكوموديت الحاجات دي، يقدر ياكوموديت البوبيليشن اللي بالشكل ده. يعني جهاز قياس الضغط مثلا، هنلاقي ان لو احنا شفنا جهاز قياس الضغط هنلاقي ان احنا بنحط بس الكف اللي هو الاوتوميتد ده، بنحط الكف ونضغط على زرار واحد وبيطلع لنا في الاخر ارقام اللي هي بتاعه القياس بتطلع كبيره كده بحيث انها تبقى واضحه لحد مثلا سنه كبير او نظر ضعيف او كده يقدر يشوفها. برضه نفس الكلام نقدر نقوله الحقيقه في ريليتد توبيك بقى اللي هو الماكسمايزيشن بتاع الاكسسبيليتي. اكسسبيليتي معناها ان احنا نخلي الجهاز بتاعنا اكسسبل للمعاقين. يعني دي ممكن تتعمل الحقيقه زي ما في حاجات كتير ابتدت تبقى موجوده في الدنيا، ان مثلا ممكن في مداخل المباني مثلا بيبقى فيه رامب كده عشان لو في حد على عربيه اللي هو بتاعه المعوقين، او في مثلا بعض البرامج مثلا بقت دلوقتي تطلع الاوتبوت بتاعها في شكل صوت مثلا عشان الناس المعاقين بصريا، او في حاجات كتير ابتدت تبقى موجوده دلوقتي بحيث ان هي تسهل على المعاق ان هو يستعمل الحاجات اللي هي الموجوده كومنلي في الايه في الانفايرمنت. فنفس الكلام الحقيقه برضو ممكن يبقى موجود في الاجهزه الطبيه، ان احنا مثلا ممكن يبقى في جهاز سكر مثلا عشان يعني ماكسمايز الاكسسبيليتي، ممكن هو بدل ما يدي الريدنج بتاعته في شكل قرايه على ديسبلاي، لا ده ممكن يطلعها اوديبل، يعني ممكن يطلعها بشكل صوت، يعني يطلعها بشكل قرايه مقروءه. او ممكن مثلا بعض الحاجات التانية تبقى برضو يعني بتتاخد في اعتبار فيها ان القوة البدنية مثلا اللي محتاجها اليوزر ده تبقى حاجة بسيطة بحيث ان هو ما يبقاش في مشكلة ان هو ايه ان هو يستعمل الجهاز دوت، يبقى في حاجة بسيطة كده بحيث ان هو يعني استعمال نفسه يعني يبقى مش محتاج اليوزر ده يبقى فيت او يبقى مثلا في حالة بدنية يعني A1، لا ده ممكن يبقى عنده مشكلة فيزيكلي ويقدر برضه ستيل يستعمل الجهاز. الحاجة اللي بعد كده الحقيقة برضه we have to consider external factors that influence the task performance. احنا بنتكلم بقى على ان احنا مثلا نتخيل موقف زي كده، ده عبارة عن ده واحد من الباراميديكس اللي هو الناس اللي بيشتغلوا في عربية اسعاف، ده مريض جوه عربية الاسعاف، هو بيشتغل دلوقتي في على جهاز اوكي جوه عربية الاسعاف، هو نفسه لابس جوانتي زي ما احنا شايفين كده، الجوانتي ده ممكن ان هو يعوقه شويه، وساعات بيبقى هو نفسه لابس جير، لابس بعض الملابس اللي هي مخصوصه عشان يقدر يخش بيها مثلا جوه اماكن وعشان ما يحصلش اي تلوث بالنسبه له او حاجات زي كده. فطبعا لما انا بعمل له يوزر انترفيس مثلا على تاتش سكرين ولا حاجه، ساعات الجوانتي ده ممكن ان هو يعوقه الحقيقه عن ان هو يتصرف بالطريقه الطبيعيه بتاعته. وفي الوقت نفسه لازم نفكر برضو ان هو ده قاعد في عربيه اسعاف، عربيه اسعاف دي بتتحرك بتعمل صوت وفي دوشه اصلا بره،
والمريض ممكن يكون بيتأوه، ممكن يبقى في جنبه مثلا حد تاني بيعمل حاجة للمريض، فبيبقى في ديستراكشنز كتير حوالين المستعمل بتاع الجهاز الطبي دوت. فلازم اخد في اعتباري كويس قوي ان انا اليوزر دوت ما هواش ديديكيتد للجهاز ده، ما هواش قاعد في أوضة مقفولة في مكتب مقفول والدنيا هادية وبيستعمل الجهاز، لا ده الدنيا حواليه دوشة جدا وفي هيكتيك انفايرمنت، يعني الدنيا ملخبطة اخر لخبطة، في دوشة، في ستريسز، وفي ناس بتزعق، في ناس بتصرخ، في ناس بتتألم، يعني في دوشة جامدة جدا حوالين اللي بيستعمل الجهاز ده. فلازم التصميم بتاع الجهاز نفسه ياخد الكلام ده في الاعتبار، ما ينفعش ان انا ابقى متخيل ان اليوزر ده هيبقى مركز قوي، لازم ابقى انا متابع معاه في كل وقت، ولازم ان انا اوضح كل حاجة في كل خطوة بطريقة واضحة بحيث ان اليوزر ما يبقاش في عنده فرصة ان هو يعمل خطأ، او ان هو يبقى دايما لما يبص على الجهاز يقدر على طول يعرف هو المفروض يعمل ايه في وسط كل اللي بيحصل حواليه ده.